إنني أعرب عن استعدادي وترحيبي المملكة الأردنية الهاشمية لاستضافة المؤتمر الدولي الأول حول دور الشباب في صناعة السلام المستدام بالشراكة مع الأمم المتحدة في شهر آب المقبل. انطلاقاً من الجلسة التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أثناء تولي المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة مجلس الأمن في نيسان الماضي، تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية وبالشراكة مع الأمم المتحدة المنتدى العالمي للشباب والسلام والأمن، وذلك في 21 وحتى 22 من شهر آب 2015. يأتي هذا المنتدى ليجمع أكثر من 500 مشارك من جميع أنحاء العالم لتوحيد الجهود وتفعيل دور الشباب في بناء السلام. لماذا الشباب؟ لأن شريحة الشباب الحالية هي الأكبر والتي يبلغ تعدادها 1.8 مليار نسمة، لأنهم من يصنعون المستقبل وهم الأمل لصناعة السلام، لأن الغالبية العظمى من الشباب يمكنهم أن يلعبوا دوراً فاعلاً وذا قيمة كعوامل للتغيير الإيجابي. ولهذا وهنا في الأردن يأتي هذا المنتدى الأول من نوعه ليمثل نقطة تحول لينبثق عنه إعلان عمان حول الشباب لوضع خطة دولية جديدة تهدف لوضع رؤية مشتركة وخريطة طريق واضحة للدخول في شراكة مع الشباب لمنع الصراعات ومكافحة التطرف العنيف وبناء سلام دائم. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.youthforpeace.info.